جاره كثير التبرع للأعمال الخيرية، لكنه لا يصلي ولا يصوم، فهل تشفع له هذه الأعمال الخيرية وتعوده عن الصلاة والصوم؟ نجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ ومدير مركز الدراسات الإسلامية وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالصلاة والصيام من أركان الإسلام وأعمدته الأساسية، بل إن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت جميع أعماله، وإن فسدت فسدت جميع أعماله. ومن هنا لا يمكن أن يشفع أي عمل في ترك الصلاة، ولا يغني أي عمل عن أداء الصلاة. والصيام كالصلاة ركن من أركان الإسلام وأعمدته، التي لا يغني عنه أي شيء للإنسان الصحيح. أما أصحاب الأعذار فلهم شأن آخر، فمهما كانت أعمال الخير والتبرعات لها، فإنها لن تغني عن فريضة واحدة من فرائض الصلاة، ولا عن يوم واحد من أيام الصيام. هذا إذا كان الإنسان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يتكاسل عن أداء الصلاة وعن القيام بالصيام، لأنه لم يعتد ذلك في شبابه أو في طفولته. أما إن كان يترك الصلاة أو يترك الصيام جاحدا فرضيتهما ومنكرا وجوبهما، فهو خارج عن الملة مهما كانت تبرعاته. وقديما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الخير من الجاهليين كأصحاب حلف الفضول ونصرة المظلوم وإكرام الضيوف وإغاثة الملهوف، ولكنهم مع هذا العمل الخير لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا رسول الله، ولم يدخلوا الإسلام، وماتوا على الشرك. هل تنفعهم أعمالهم الطيبة التي قاموا بها في الجاهلية؟ فقرأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له ولا وزن. فمهما كانت الصدقات ومهما كانت التبرعات، بلا صلاة ولا صيام فهي هباء منثور لا قيمة له ولا وزن عند الله تبارك وتعالى، إلا بعد استيفاء الأركان وبعد الدخول في الإسلام. هدانا الله وإياكم سواء السبيل.